الرئيس السيسي يوجه بتقديم أحدث الخدمات في المدن الجديدة. وزير الخارجية يستقبل اليوم المبعوث الخاص للرئيس الكيني لبحث العلاقات الثنائية. واشنطن توقف تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، ووزير الدفاع يؤكد مواصلة التعاون المشترك. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة. اهلا بكم. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر، وكذلك على اخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الاسكان، حيث وجه الرئيس السيسي بتقديم احدث الخدمات في المدن الجديدة واستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية. يلتقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم مع مونيكا جوم المبعوثة الخاص للرئيس الكيني وزيرة الخارجية كينيا، وذلك بقصر التحرير بالقاهرة. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات بين مصر وكينيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك مع ترأس مصر الاتحاد الأفريقي. سيطر الجيش الليبي على منطقة القطرون جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة. وقالت غرفة عمليات الكرامة إن التقدم العسكري يأتي ضمن العملية التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية الوافدة من كافة مناطق الجنوب الليبي. أعلن مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية أن طيران التحالف الدولي دمر نفقا لتنظيم داعش الإرهابي في عمق صحراء المحافظة. وأكد المصدر رصد تسلل إرهابي داعش إلى النفق الذي كان يستخدمه الإرهابيون كمخبأ لهم، مشيرا إلى أن قيادة العمليات العسكرية العراقية نسقت مع التحالف الدولي لاستهداف النفق بعد معلومات استخباراتية أكدت تواجد عدد من الإرهابيين داخله. اتفقت أمريكا وكوريا الجنوبية على وقف سلسلتين من التدريبات العسكرية الاعتيادية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الاتفاق جاء عقب محادثة هاتفية بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان ونظيره الكوري الجنوبي. ولفت وزير الدفاع الأمريكي في تدوينة على تويتر إلى أن أمريكا وكوريا الجنوبية ملتزمتان بمواصلة التعاون المشترك بينهما لمواجهة التحديات الأمنية. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت بي. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.